والنبي هدي شويه، اصل انت بتجري بسرعه قوي. حاضر، ما تخافيش بقى، هادي اهو. ايه، ما تخافيش، مفيش حاجه، انا بعرف اسوق على فكره، مش بتعلم زيك. معلش عشان انا بخيل. لا ابوس ايدك، مش وقت التليفونات دلوقتي خالص. هتركز في ايه ولا تركز في ايه؟ يا نهار ابيض، من مدام ارد عليها؟ لا طبعا تردي، ايه ده وقته. هو انت هتعمل حفله امتى؟ بكره عشان بس استنى. تبقى حفله حلوه ان شاء الله. مادام انت موجوده هتبقى حلوه. بس انت جبت حاجات كتيره قوي. يلا بقى خلي اللي جاي ينبسط، وانت كمان تنبسط. لا ما تخافش، هعمل لك حاجات تشرفك وتبسط اصحابك. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا لهوي يا لهوي، خبطت مين؟ اهدي اهدي بس، اهدي اهدي. خبطت مين؟ يا نهار اسود، ومنين تستني؟ بس مش حاجه. انت رايح فين؟ ما تقف عشان نشوف خبطنا مين. رايح فين؟ اه يعني رايح فين بس؟ مش هقف، انت عايز تروح في داهيه؟ انت خبطت مين؟ مش هقف. طب انت عايز تروح في داهيه؟ لا لازم تنزل تشوف خبطت مين. انت مش هقف. ايه، مش هروح في داهيه انا؟ حد ابو ايدك؟ مش حد، مش حد فيها طوبه ولا كلب ولا حاجه. ابوس ايدك، اقف هنا. اه يا ادم، شوف خبطت مين عشان خاطري. طيب اهدي اهدي. ابوس ايدك، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا ريت ما كنا خرجنا. حرام عليك. يا لهوي يا لهوي، يا رب استر، يا رب استر، يا رب 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 يا رب، يا ريت ما كنا خرجنا، يا ريت ما كنا. خبطت مين؟ خبطت مين؟ ما اقولش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ يعني مفيش حاجه؟ يعني ايه مفيش حاجه؟ خبطت حاجة؟ ما خبطتش حد. لا خبطت، انت خبطت عيل يا بنتي. اهدي، ما خبطتش ست. بنتي اهدي بقى، ممكن يبقى كلب، ممكن يبقى حاجة. اهدي، مش كلب. كلب ايه ده؟ عيل يا ادم، خبطت عيل. يا بنتي كان كلب وقلت لك. مش كلب. ايه، في ايه؟ ما بيردش. يا ستي، ما انا قلت لك اكيد استغل فرصة غيابنا وخرج يسهر مع اصحابه. وده اللي يخليه ما يردش. ما تقليش نفسك، انا هتصل بيه، انا عارف انه هرد عليا. ما بيردش. طب انا هكلم ايناس. ادم عشان خاطر ربنا يهديك. انا خدتك معايا ليه؟ انا خدتك معايا ليه؟ طب قصدي ام السيجاره اللي شربتها. ابوس ايدك، خلينا نعرف خلاص. يا بنتي بس كفايه، هنزلك هنا. خدي كفايه. ما انت يا ايناس، يا ايناس، بتقولي ايه؟ يا ايناس، يا ايناس. ايه في ايه؟ يا ايناس، في ايه؟ مش عارفه بتقول كلام مش مفهوم. هات هات هات. الو الو، الخط قطع. ما احنا لازم نرجع له. حرام عليك، لازم نرجع له، يمكن لسه عايش. نرجع لمين يا بنت المجنونه دي؟ الواد اللي انت خبطته. واد ايه؟ مش واد، ده كلب. عملت صوت ايه؟ اقول لك كلب، وحياه امي كلب. لا مش كلب، لا مش كلب، انا شفته بنفسي. لا مش كلب، من حد مضايق ادم فوق. لا بقول لك انت، لا انا مش فايق. يا ادم حرام عليك، ارجع له يا ادم، هيجوعك. ايه اللي موتته؟ قلت لك مش واد والمصحف. لا واد، انت عملت انت شارب حاجه ولا ايه؟ يلا قدامي على فوق، قدامي على فوق. يلا يلا خش بقى يا شيخه، تصدقيه بقى، حرام عليك. مالك علامة خطفي بالكلام ليه؟ ما كانش ام صغيره شفتها جنبك في العربيه. صدرتك يا اختي ولا ايه؟ اقعدي بقى، اقعدي بقى، قولي انا للصبح. أنا زي والدك بالظبط. سيبك من آدم، ده ولد طايش. بس أنت كمان ما يرضكيش إن سمعتي تتلوث في السوق بسبب موضوع زي ده، وكمان أنا داخل على الانتخابات. وإن كان على الشخص اللي العربية خبطته، أنا بنفسي
هدور على أهله واديهم التعويض المناسب. وانت كمان خدي ده ظرف فيه 20,000 جنيه، اشتري كل حاجة انت عايزاها، ولو عاوزة تمشي من هنا كمان امشي، بس لو فتحت بقك بكلمة واحدة عن اللي حصل انت ما تعرفنيش، انا غضبي وحش قوي. ما تقدريش يعني ايه؟ امال انت عاوزة ايه؟ عاوزة تهدي البيت ده وتضيعي مستقبل ابني؟ ده لا عاش ولا كان اللي يعمل فينا كده، انت فاهمة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انت حتة خدامة زبالة معفنة، انا هربيكي، ده انا هفعصك برجلي زي الصرصار. امشي قدامي. عاوزة تدمرينا؟ هو ده اللي همك يا سالم بيه؟ مش همك واحد غلبان ابنك موته وهو سكران؟ انا بقى مش هسكت، هبلغ الشرطة. استني هنا، استني، بقول لك استني هنا، بقول لك استني عندي يا مجنونة، استني هتودينا في داهية.